نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين 25 para surah ash-shura lesson number 252 at 20 to 35 inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم وهو واقع بهم وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات Bye.
في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير اللهم اجعلنا منهم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلا المودة في القربى إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات
ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ولو بسط الله الرزق لعباده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن جي اب پڑھیے ولو بسط الله سے ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة
وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره فيظللن رواكد على ظهره اب پڑھیے این یشا سے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن
بما كسبوا ويعفو عن كثير. یہاں پر ویعفو میں صرف پیش ہے, ٹھیک ہے. آیت نمبر 30 میں واو مدہ ہے اور پیچھے بھی آیا ہے جی آیت نمبر 25 میں, دونوں جگہ پر واو مدہ کے ساتھ ہے ویعفو, لیکن یہاں پر صرف پیش کے ساتھ ہے, واو مدہ نہیں ہے, اس کو مارک کر لیجئے. او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ محيص. يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ما لهم من محيص. لیسن مکمل ہو گیا ہے. اسی آیت میں دیکھیے ما لہم مم محیص, دونوں جگہ پر گننا ہو رہا ہے, کون سے درجے کا ہوگا؟ پہلے درجے کا. لہم پر ہو کیا رہا ہے؟ ادغام شفوی اور ادغام تام اور ادغام مسلحین, اور مم محیص پر کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ, ادغام متقاربین اور مختلفی. ٹھیک ہے, یاد ہے نا سب کو؟ الحمدللہ. درجہ ایک ہی ہے, غنہ کا پہلا درجہ ہی ہے, لیکن نام اور کیٹیگری ادغام میں الگ الگ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.